سلام سلام، معكم مروان بشار. فيديو جديد. الفيديو ده غادي يكون من بلاي ليست البنكاليك او التجاري وفا بنك. الفيديو غادي نشوفوا الطريقه كيفاش نفعلوا الدوتاسيون اي كوميرس في التجاري وفا بنك او العرض البنكاليك مجانا ومتطبيق فقط. بهذه الطريقه غادي نكونوا فعلنا لابليكاسيون ديالنا اول حاجه ديال البنكاليك، او ميم طون غادي نفعلوا الدوتاسيون اي كوميرس ديالنا بطريقه سهله. العام الاول فابور، العام الثاني كتخلصوا عليها الاخوان 44 درهم. باش تكونوا على بالك كننبه لهاد القضيه، ماشي تتفاعلوها وتجيو تقولوا لي في كومونتير راه قطعوا لينا قدا وقدا. انا كننبه لاي حاجه قبل. بعد ما كندخلوا لابليكاسيون البنك اللي كاولا تيجي موبيل، كنبركوا على ثلاثه الشريطات على اليسار الفوق، كنجيو لهنايا كنلقاو مي دوتاسيون. هنا كنلقاو دوتاسيون اي كوميرس الاولى، هنا كنديرو اكتيفي مع دوتاسيون اي كوميرس. فوالا، هنا كما كتشوفوا لا بروميير اكتيفاسيون دو لا دوتاسيون اي كوميرس غراتويت، يعني اول حاجه اكتيفيها هي دوتاسيون اي كوميرس في هاد لاكارت هادي. يعني السنه الاولى مجانيه، ولكن المره الجايه ان فوا بغينا اكتيفيها لا هي لا دوزيام اكتيفاسيون 44 درهم للسنه. يعني ديروا في بالكم المره الاولى لا فابور، السنه الجايه تخلصوا 44 درهم. وللعلم ان التجاري وفا بنك دارت حاليا بحال السياج، مابقاوش كيقطعوا على كل عمليه شراء. يعني دابا لا اكتيفيتي دوتاسيون اكتيفيا فابور، بغيتي تشري من الانترنت تشري فابور، يعني مابقاش خصم على كل منتوج او لا على كل عمليه شراء. هذه القضيه الزوينه اللي بدات كدير التجاري واللي بدات كتصلح بها واحد الاخطاء اللي ديجا كانوا ودرنا عليهم حنايا دي فيديو. نختاروا لا كارت اللي بغينا ناكتيفيو منها يعني دوتاسيون، كنديروا اوكي. لو كونت ديالكم هو هذا، كنديروا فاليدي. كيوصلنا واحد لو كود في نيميرو التليفون ديالنا. فوالا، كيوصلنا واحد لو كود هو هذا، كنديرو فاليدي. فوالا كما كتشوفوا، votre demande d'activation de la dotation e-commerce a été envoyée pour traitement. يعني دابا قالوا لك باللي راك صيفطتي يعني الطلب باش تفعل دوتاسيون اي كوميرس على ابليكاسيون تجاري موبيل او لا البنكاليك. تقدر دابا حاليا اكسبتيوها في يومين حتى النهار على حسب يعني اوقات العمل. من الاحسن تبغي تاكتيفيوها اكتيفيوها لحد بالليل باش ثلاث الماكسيموم تكون تسلقات لكم الدوتاسيون. في هذه الحاله غادي يكونوا اكتيفين الدوتاسيون اي كوميرس بضغطه زر واحده من ابليكاسيون البنكاليك. غريب والله، لا غريب الاخوان، كما كتشوفوا ما كملاش جوج دقائق باقي ما طفيتش يعني حتى الريكورد، و اكتيف الدوتاسيون وصلني نوتيفيكاسيون فوق باللي راه اكتيف الدوتاسيون في ظرف جوج دقائق ما كاملاش. بزاف منكم يسولني علاش تاكسبتات لك نتايا في البلاصه وعلاش تلقوا لك غير 7490 درهم. اول حاجه علاش اكسبتوها في البلاصه يعني وتلقوا لي الدوتاسيون، حيتاش ما تلقاش في ابناك اخرى، تلقاها فقط حاليا في كاش بليس. وعلاش تلقوها ليا وما تلقاش ليا 4000 15000 درهم وتلقوا لي غير 7490 درهم؟ حيتاش الا كنتو كتفرجوا في لي فيديو كاملين كنتو يعني كتفرجوا فيا ديما، غادي تلاحظوا انني النهار درت الشرح على كيفاش تحجز الدوتاسيون في كاش بليس، ما حجزتش مليون ونص كامله، حجزت غير 7000 درهم وشي حاجه، يعني وشي 300 درهم، يعني ما حجزتهاش كومبلي. خليت الفرصه انني نقدر انني نستعان بالدوتاسيون اي كوميرس ديال التجاري. يعني دابا فاش تلقوا لي تلقوا لي غير داكشي اللي باقي ناقصني او اللي باقي متاح لي، يعني اما اللي حجزته ديجا راه مشى. كما كتشوفوا دابا حاليا عندي 7490 درهم اللي نقدر انني نشري بها باغ انترنت، واكتيفاسيون ديال الدوتاسيون حاليا راها اكتيفي كما كتشوفوا. يعني دابا نقدر نخدم بها، باقي صفر درهم ما كونسوميت والو منها. دابا حاليا ممكن انني نشري بلاكارت ديال البنكاليك من اي سيت في العالم من اي بلاصه بطريقه سهله. حتى هنا متابعينا الكرام غادي نكونوا سالينا هذا الفيديو ديالنا. عجبك الفيديو واستفدتي ما تنساش دير لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه اللي هي يعني لايك اللي هي اعجاب وسبسكرايب اللي هي اشتراك. ما تنساش تخلي لي كومونتير زوين. فهمتي شي حاجه ما فهمتيهاش تواصل معايا في الانستغرام، الكونت ديالي اتسمي بشار. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. كان معكم مروان، الى اللقاء.